هذه افكار معجبين صمموها وفورتنايت اضافتها. نبدا مع جوي، هذا سكن تصمم من قبل داجا كات والسكن نزل الايتم شوب وكمان معاه رقصه. لكن الشيء القادم هو صدمه كبيره، واحده من اشهر سكنات فورتنايت تم تصميمها من قبل معجب لفورتنايت، والسكن هو اورا، لان اورا والرجال اللي معاها واحد صممها ونشرها في ريدت، وفورتنايت اخذت نفس التصميم بالضبط. واكيد ما راح انسى بينكي، لان هذا سكن اخر تم تصميمه من قبل اللاعبين وسكن نزل في اللعبه. والمعجبين صمموا اشياء ثانيه غير السكنات، لان طور البلاي جراوند في الحقيقه كان فكره من شخص في موقع ريدت قبل اكثر من 4 سنوات. في لاعب اقترح الفورتنايت انها تضيف طور ساند بوكس، وكان يبغى طور خاص للتدريب على البناء، وشوف ايش فيها الان البلاي جراوند وتطور الى كرييتيف. صراحه مجتمع فورتنايت مبدع، والبلاي جراوند مو الشيء الوحيد الكبير اللي شخص فكر فيه، لان كل مدينه هانتد هيلز كانت فكره من قبل المجتمع. في الموسم الاول شخص اسمه بلورفي نشر فكره مدينه، وبعدها ايبك جيمز عجبتها ونزلوها في اللعبه. وشكرا للمبدع مارك فانغارد، لانه فكر في نسخه مايدس الصيفي، ومو هو الشخص الوحيد اللي كان يبغى مايد الصيفي، لان تقريبا مئات المبدعين في موقع ريدت فكروا في نسخه للسكن. وبما ان تكلمنا عن مايدس، خلينا نتكلم عن سكن ماري جولد، لان في شخص فكر في سكن بنت تشبه مايدس وكان التصميم رائع، وابيك فكرت انه يستاهل يكون في اللعبه ونزلوا صوره للسكن في الشابتر الثاني، وبعدها شفنا سكن. وسكن اخر هو ماريس، السكن معرق وتم تصميمه من قبل معجب اسمه اي اي سكيت. السكن يبدو رائع في اللعبه. وبعد كم دقيقة في سؤال ما حد يقدر يجاوبه، لكن اولا اعتقد انك ما راح تصدق ان ميزة ترتيب اماكن الاسلحة كانت فكرة من قبل احد اللاعبين، لان تقريبا قبل 3 سنوات شخص نشر هذه الفكرة، وقبل اكثر من سنة جات الميزة في فورتنايت. اخذت وقت طويل بس على الاقل جات، لكن ما اخذوا وقت طويل لاضافة سكن ايزابيل. هذا السكن تم تصميمه من قبل اشهر الفنانين واسمه داني، وشيء كويس انه صمم السكن، لان كل ما نزل ستايل جديد السكن يصير افضل. وسكن سنو بيل ايضا تم تصميمه من قبل المبدع داني. وسكن الدجاجة له قصة عجيبة، لان في عام 2018 في ولد عمره 8 سنوات اسمه كونر صمم تصميم بسيط وكان يبغى فورتنايت تضيفه، وشكرا للمبدع اتسي تورل عدل وصمم سكن كامل، وبعدها المجتمع حبوا الفكرة وابيك جيمز نزلت السكن في اللعبة. واحدة من اطرف افكار المعجبين اللي انضافت للعبة كانت هي ميزة شكرة سائق الباص، لان في عام 2018 اللاعبين بدأوا يطلبون من فورتنايت انها تضيف ميزة شكر سائق الباص. ولازم نتكلم عن رقصة اورنج جاستس، لانها من اشهر رقصات فورتنايت، والرقصة جات من مسابقة فورتنايت سوتها واسمها بوغي داون. واكيد اللي كانوا يلعبون فورتنايت زمان تذكروا المسابقة، لان كل اليوتيوبرز كانوا يبغون رقصتهم تنزل في اللعبة، لكن الولد اللي كان لابس تيشيرت برتقالي فاز. يمكن تتفاجأ ان سكن مانتي ال هو مصمم من احد المعجبين، شكرا للمبدع باين. ثواني عندي موضوع لازم اتكلم عنه. نسبة اللي تابعون مقاطعي وما يشتركون 97%، الان لازم تنزل تحت وتشترك. حرفيا اخر 28 يوم عدد المشاهدات في قناتي 275,000، يعني لو نصهم بس اشتركوا في القناة انا عندي الان اكثر من 100,000. اشترك الان وشكرا. والان لازم نتكلم عن سكن بنت الطيارة نسخة البسكوت، ويمكن تستغرب لكن ايضا السكن مصمم من قبل احد اللاعبين، لان في عام 2020 المبدع فيرتشو جاب هذا التصميم لهذا السكن، كانت فكرة رائعة وابيك جيمز اضافتها. القائمة تصير مشوقة اكثر كل ما تقدمنا، لان المعجبين ايضا قدروا انهم يضيفون اسلحة للعبة. قبل اكثر من سنتين مستخدم موقع ريدت جاب هذه الفكرة، وكانت فكرته سلاح يحمي اللاعبين ويعطيهم شيلد، حرفيا نفس سلاح السلير بازوكا اللي موجودة الان. وفكرة خزنة اغراض فورتنايت، في شخص اسمه زيباس فكر في تطوير شكل الخزنة حقة الاغراض، والفكرة كانت تخلي كل شيء اسهل. واعتقد ان ايبك جيمز اخذت الالهام من هذا التصميم اللي تم نشره في عام 2019. وهل تتوقع ان الفخ بيرجع؟ في شخص نشر هذه الفكره، كيف تفرق بين فخ صديقك وفخ عدوه؟ كانت ايام حلوه يوم ندخل بيت ونبلع فخ. ولازم نعرف ان سكن وجه الطماطم هو مصنوع من قبل لاعب، وهذا سكن مشهور ودايم يطلع في اعلانات فورتنايت، وهذا الشخص اللي اسمه نولو باندز مبدع جدا في تصميم افكار سكنات، لانه حرفيا عنده افكار كثيره فورتنايت سوتها. نبدا مع سكن ايكو.
ريكو، ومن افضل الافكار اللي سواها نولو بانز هي سكن سامر سكاي. ونولو مو الشخص الوحيد اللي عنده عده افكار فورتنايت سوتها، لان المبدع سويت رابت وهذا الشخص صمم سكنين برايت ستون بومبر وسكن توسكي، وشكرا له، لان سكن برايت ستون بومبر افضل من سكن دارك بومبر العادي القديم. واذا تبغى تسمع شيء مجنون، رقصة الحضن كانت فكرة من لاعب تبند، واعتقد انك ما تعرف اي واحد من هذه السكنات كانت من تصميم معجب، والسكن هو P1000. ويمكن تستغرب لاني نسخة ثانية من سكن الموزة، ولكن المعلومة صحيحة، لان المصمم المبدع نوبل صمم هذا السكن، وحتى صمم سكن دريم. والان خلينا ننتقل لسكن دمي، لان فكرة الستايل الاسود كانت من لاعب اسمه ايبك جيمر HD، وفورتنايت جابتها للعبة، واعتقد انه واضح ان المعرقين حبوا السكن. وسكنات البوكسي والبوكسر في لاعب اسمه شارك توفس صمم هذا السكن ونشره على موقع ريدت. ما شاء الله مستخدمين ريدت مبدعين، نص قائمتنا لليوم من الموقع. وشارك توفس ايضا نشر نسخة سكلتهم من السكن، ولسه شارك توفس ما خلص، لان ايضا صمم هذا السكن قبل اكثر من سنتين. فورتنايت نزلت السكن وخلت اسمه كوزي تشيمبرز، وفي هذه النقطة المفروض ايبك توظف المبدع شارك توفس. والان خلينا نرجع للماضي، لان الميزة اللي تخليك تزوم على الخريطة كانت فكرة من احد مستخدمين ريدت، وفي الاخير فورتنايت نزلت الميزة. شيء حلو يوم تشوف اللعبة تسمع للاعبين، وحتى عجلة الرقصات، في شخص اقترح طريقة جديدة لعرض الرقصات. ايبك جيمز اخذت رايه بعين الاعتبار وضافت الميزة للعبة، وعشان كذا اليوم عندنا ميزة عجلة الرقصات. ولكن نعود الى سكن مشهور، عندنا القط الشقي. هذا سكن نزل في الشابتر الثاني الموسم الثاني، وصراحة النسخة الجيشية حلوة، يا ليت ينزلونها. والمبدع اللي جاب فكرة القط الشقي مو الشخص الوحيد اللي جات فكرته في سكنات الباتل باس، المصمم بولسو دراوس هو صمم سكن جون لاما، وسكن بتحصله في الشابتر الثالث الموسم الاول. وتخيلوا شعور انك تصمم سكن فورتنايت تحطه في الباتل باس، والشخص هذا صمم حزمه كامله في موقع ريدت، مستخدم اسمه DGM، جاب فكرتين لسكنين وبيك سوت حزمه الدبل ايجنت. طيب زمان ما كان في حزم في الاتيم شوب، لحد ما شخص اقترح فكره الحزم، الكلام هذا قبل 4 سنوات، وشكرا لبن لان هو اقترح الفكره. والسكنين ناليا وفريكت فورغور، هذه سكنات تم تصميمها من قبل LDB Art والتا كالس، وشكرا لهم لان سكنات رائعه. هنا خلصت المتعه، كان معاكم باسل CRC، لا تنسى اللايك والاشتراك. سلام.